أنا لا. صباح الخير. الحرب قامت ولا ايه؟ حاجة يا حاجة، اصحي 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 يا حاجة، اصحي. شرابية في ايه؟ الحق يا حاجة، في نصيبة. مصيبة ايه؟ وانا نايمة سمعت صوت، طلعت بره اشوف ايه، ما لقيتش حاجة. انت يا ولية اتخبلتي. اسمعيني للاخر يا حاجة، في نصيبة. نصيبة. مصيبة ايه؟ خلصيني. جيت اخش اوضتي، سمعت رجل بره، قمت مسحابة اشوف في ايه. لقيت يا لهوي يا لهوي يا ولية، انطقي ما تجننينيش. المعلم ابو سنه واقف قدام الاوض بيتلفت يمين وشمال، وقام داخل على الاوضه. وفيها ايه؟ راجل وداخل اوضته بالليل. ما هو ما دخلش اوضته. ما اوضه مين؟ خش اوضه افندينا. افندينا؟ فين؟ انت في اوضتي، في سريري، ولو ركزت معايا شويه ممكن تبقى في حضني. يخرب بيتك يا بنت، هتودينا في داهيه. يا راجل وطي صوتك شويه، حد هيسمعنا. يخرب بيتك يا بنت، هتودينا في داهيه. ايه يا اخويا، هو انا اللي كنت خدتك من ايدك ودخلتك اوضتي؟ انت ضيفي النهارده، وانا كريمه قوي مع ضيوفي، واحب اظبطهم. يا بنت تهدي، بدل ما اسكعك قلم انزلك طقم سنينك. يا رب. طب جرب تعملها كده يا بنت. اهمدي اهمدي بقى، اهمدي يا ولية شويه. ما انا همدانه، هو انت شايفني بقطع في شعري ولا بحطه في السجاده؟ لازم افهم انا ايه اللي جابني هنا. هندومه. هندومك ده ايه؟ لا هندومك انت. ده هند امك. هند امي، هند ابويا. يا ود انت قمر من قريب. الله 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 الله. ما تيجي تبص على نفسك في المراية. ابص على نفسي في المراية ليه؟ وانا جاي اتعرف على نفسي هنا؟ ما تجيب بوسة. بوستي بوستي يا بنت، هتودينا في داهية. اوعي يا راجل. استنى، هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ حمام ايه؟ وانا مش عرفتني ده الحمام. اوعي يا بنت. طب استنى والنبي شوية. اوعي يا بنت. يا لهوي، ايه صوت العبد ده؟ ياك تكون وقعت على رقبتها واتكسرت. امين يا رب تتكسر رقبتها يا رب. حاجه اروح اشوف ايه اللي بيحصل. انت اتجننتي ولا ايه؟ انت عايزاها تشوف جوزها مع كرامه، تعمل لنا فضيحه؟ ده عايزه جنازه وتشبح فيها لط. تعالي خبطي هنا لما نشوف البلوه التانية. بس انا خايفه يا حاجه اخبط سخميس يجي يعملها لي نصيبه. خبطي وخلصيني بس بشويش. حاضر يا حاجه حاضر. ده خبط يا وليه؟ انت بتوشوشي الباب يا حاجه. ما انت اللي بتقولي لي خبطي بشويش. بس مش للدرجه دي، اذا كنت انا مش سامعاك خبطي عدل بس بالراحه. حاضر حاضر. يا شيخ، انت بتعمل ايه هنا بيه؟
ضوية؟ ايه ده؟ انا بحلم ولا ايه يا جدعان؟ وطي صوتك، مش عايزة فضايح. انت تتخرسي خالص. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا فين؟ ما انتش خارج من الأوضة، ولو خرجت هصوت ولم الناس عليك واقول انك تهجمت عليا. هات يا بنت المفتاح. مش جايبة المفتاح. هات المفتاح. وطي صوتك، عيب هيسمعونا بره. وانا زهقت دلوقتي. عايز تطلع من الأوضة؟ مد ايدك وخد المفتاح. ايه يا بنت الشغل القديم ده؟ هات يا بنت المفتاح بدل ما اكسر الباب. هموت في العنف. بقول لك ايه؟ لو كسرت الباب هم هيسمعونا بره، ولو سمعونا هضطر احكي لهم على اللي حصل. هو حصل ايه؟ داخل تتسحب عليا قطي وانا لوحدي واخده راحتي ولابسه عريان والاوضه فاضيه علينا والسرير مغري. الله 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 الله. والفرشه دافيه. ايه ده؟ والشيطان ما بيصدق كل ده وما حصلش حاجه. انت بنت المفتاح اسمع الكلام، انت جننت رسمي. انت لسه مش عارف انت فين؟ ده انا كنت نايم في اوضتي. ايه اللي جابني هنا يا معلم؟ انت جاي من بره على هنا وانا شايفاك بعيني. انا كبرت وخرفت مش عارف يمينك من شمالك. انت بتقول ايه يا حاجة؟ احمد ربنا ان خميس لسه ما جاش، والا كان قومها حريقه. خميس؟ ده انا كنت نايم في اوضتي. ايه اللي جابني هنا يا معلم؟ انت جاي من بره على هنا وانا شايفاك بعيني. انا كبرت وخرفت مش عارف يمينك من شمالك. انت بتقول ايه يا حاج؟ انا احمد ربنا ان خميس لسه ما جاش، والا كان قومها حريقه. خميس؟ وطي صوتك بدل ما حد يسمعنا. وانا زعقت دلوقتي. انا زعقت بس نفسك تزعق علشان يسمعونا بره وتفضحني. طيب هات المفتاح ومش هفضحك. لا اقعد معايا شوية يا بنت. اقعد اعمل ايه؟ اقعد اعمل ايه؟ فكر. طيب هفكر وباجي لك. افتحي بقى الباب. لا اقعد شوية معايا. مش هتفتحي الباب؟ لا. افتحي بنت الباب. افتحي الباب. اموت في العنف. اقول لك كم معايا؟ خميس ما وصلش. ما وصلش ازاي؟ اذا كان هو اللي موصلني. اوعي بقى. استنى خليك. لا انت توعي راسي بيدي بقى. خميس في جلابيتي.